الطوارئ يجب أن تركز على الجانب الاقتصادي، محاربة المفسدين والمخربين، وخاصة المفسدين كما تعلمون أن المشكلة الأساسية في هذا البلد مسألة الفساد، ودائر في المرحلة القادمة نحن بحاجة إلى استخدام هذه الطوارئ لقضاء على الفساد بشكل كامل، وهذا أمر ضروري. ولكن أيضا اللجنة نقلت بعض الملاحظات، يجب أن لا تطبق هذه المسائل بصورة سالبة على قد يعني على مسألة حرية الناس والعمل السياسي، وهو أكد على أساس أنه مسألة الطوارئ طبعا هي مقصود بها الجوانب الأساسية اللي متعلقة بمكافحة الفساد والتهريب وغيرها. ومن جانبها